سبحانه وتعالى يريدنا أن نتعلم تفقه، فمن دخل السوق من دون فقه أكل الربا شاء أم أبى. معرفة الأحكام الشرعية فرض عين على كل مسلم، ما الحلال وما الحرام. الآن نحن أمام نصوص من كتاب الله ومما صح من كلام رسول الله. ما الأسباب التي تقلل الرزق تقرب إلى الفقر؟ أولاً الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لعله هناك عقابان للزنا، عقاب سببي يصاب الإنسان بأمراض خطيرة جدا، منها فيروس الإيدز الذي قضى على عشرات الملايين من أهل الأرض. في الآن تقريباً 60 مليون إنسان مصابون بهذا المرض وهم في طريقهم إلى الموت. فأحد أسباب انعدام الرزق أو قلته هو الزنا، وللزنا عقابان: عقاب علمي هو نفسه سبب لعاهة أو مرض خبيث أو فيروس أو مشاكل ذلك، وعقاب وضعي. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والزنا، فإن فيه 4 خصال: يذهب البهاء من الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن. يذهب البهاء من الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن، ثم الخلود في النار. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: في الزنا 6 خصال: 3 في الدنيا و3 في الآخرة. أما اللواتي في الدنيا فيذهب ببهاء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر. وأما اللاتي في الآخرة فيورث السخط وسوء الحساب والخلود في النار. هذا الحديث في شعب الإيمان للبيهقي. صدقوا أيها الإخوة، وقع تحت سمعي قصة أن رجلين ممن يعملان في طلاء السيارات في هذا البلد ذهبا إلى ألمانيا ليستوردا سيارتين، قصة قديمة، وعادا بالسيارتين براً. نزلا في فندق في بلدة من بلدان أوروبا الشرقية. يقول لي أحدهما: بعد 12:00 طرق باب الرجلين من قبل امرأتين. الأول فتح الباب، والثاني قال: إني أخاف الله رب العالمين. ثم وصلا إلى الشارع، الأول في صعود والثاني في هبوط. الثاني ضاقت الأحوال به، باع محله، طلق زوجته. والأول والله أعرفهما تماما، والأول في صعود مستمر. أنا مؤمن إيمانا قطعيا أن أحد أسباب الفقر الزنا. هذا الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: الزنا يورث الفقر. هذا عقاب وضعي، يعني الله بفعله يجعله فقيرا. أما الزنا نفسه سبب علمي لأمراض خبيثة، منها فيروس الإيدز. أيها الإخوة، طبعاً فقر ذات اليد وفقر القلب. الزاني محجوب عن الله عز وجل، وقع في فاحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. أي شيء يفضي إلى الزنا فهو محرم، فالخلوة بالأجنبية محرم، صحبة الأراذل شيء محرم،
إطلاق البصر محرم، متابعة أشياء إباحية في الإنترنت وفي الفضائيات محرم، إن هذا طريق إلى الزنا. هذه الشهوة تشبه صخرة في قمة جبل متمكنة في مكانها، فإذا دفعتها وظننت أنك تريد أن تدفعها لمتر واحد في المنحدر لن تستقر إلا في قعر الوادي، الأمر ما عاد بيدك، ولا تقرب الزنا. يعني النهي ليس عن الزنا، بل النهي عن أسباب الزنا: الخلوة، إطلاق البصر، الاختلاط، صحبة الأرازل، الإثارة المستمرة، هذه تنتهي إلى الزنا. أيها الإخوة، السبب الثاني للفقر نقص المكيال والميزان. استمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه بيننا: يا معشر المهاجرين، خصال خمس، إن ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هل هناك أوضح من هذا الكلام في موضوع فيروس الإيدز والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم؟ ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، القحط، الجفاف، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. بكل حرب في الشرق الأوسط تنتقل مئات مليارات العملة الصعبة من الشرق إلى الغرب، إلا أخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. حروب أهلية، هذه المعصية الثانية، نقص المكيال والميزان والحكم بغير ما أنزل الله، أحد أسباب الفقر. نحن مع حديث رسولنا الذي لا ينطق عن الهوى، ومع القرآن الكريم كلام رب العالمين. المعصية الرابعة منع الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم. بالمناسبة في آية دقيقة جدا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هذه الصواعق، والآن الصواريخ، أو من تحت أرجلكم، هذه الزلازل، والآن الأنغام، أو يلبسكم شيعاً، حروب الأهلية، ويذيق بعضكم بأس بعض. ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. في إحصاءات قد لا تصدقونها، 5% فقط من أغنياء المسلمين يدفعون زكاة أموالهم، 5% فقط. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. أول سبب الزنا، الثاني نقص المكيال والميزان والحكم بغير ما أنزل الله، الثالث منع الزكاة.
الرابع الربا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة أي بالفقر، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. الربا يؤدي إلى الفقر، والرشا تؤدي إلى الرعب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الزنا والربا. الآن المعصية السادسة التي تؤدي إلى الفقر، قال: اليمين الكاذبة. قال عليه الصلاة والسلام: اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال. أن تحلف يمينا كاذبا، هذه اليمين الكاذبة سبب عند الله للفقر. واليمين الغموس تذهب المال وتذر الديار بلاقع خريبة. تذهب المال وتذر البلاد بلاقع. وبعض التابعين قال لأحد التجار: يا عبد الله اتق الله ولا تكسر الحلف، فإنه لا يزيد في رزقك إن حلفت ولا ينقص من رزقك إن لم تحلف. لا داعي أن تحلف، هذه الحاجة سعرها كذا، الله تعالى هو الرزاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. الشاري قد يخجل منك، يشتريه البضاعة بأيمان مغلظة، يشتريها لكن الله يمحق لك هذا المال. وفي حديث آخر: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. لا تحلف. كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يتصدق بدينار عن كل يمين حلفها صادقا صادقا، فكيف إذا كان كاذبا؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المعصية السابعة الكذب. الكذب من صفات الكافرين والمنافقين. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون. المؤمن لا يكذب. قد يقع في معاصي لضعف في نفسه، قد تغلبه شهوته، لكن الكذب ليس شهوة، خبسا. المؤمن لا يكذب. لذلك ورد في بعض الأحاديث: يطبع المؤمن على الخلال كلها. في مؤمن عصبي المزاج على العين والرأس، في مؤمن يحب البقاء في البيت، في مؤمن يعتني بهندامه كثيرا، في مؤمن هندامه أقل من غيره، في مؤمن يحب الاختلاط مع الناس، في مؤمن يؤثر العزلة. في طباع يطبع المؤمن على الخلال كلها،
إلا الكذب والخيانة، فإذا كذب وخان ليس مؤمنا. المؤمن لا يكذب. أيها الإخوة الكرام، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائل فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدا. لذلك حتى في الإعلانات التي توهم بخصائص للبضاعة ليست فيها، التي توهم بأنها من مصدر معين وهي من مصدر آخر، التي توهم أن فيها هذه الخصائص وهي ليست فيها. أيها الإخوة، أن تضع علامة تجارية لسلعة ليست من هذا المعمل قضية سهلة جدا. الآن في معامل بأعلى مستوى من التقنية توضع العلامات التجارية الرائجة على سلع من مستوى منخفض جدا، وتباع هذه السلع بهذه الطريقة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكذب ينقص الرزق. هل هناك أوضح من هذا؟ الكذب ينقص الرزق، والبيعان بالخيار، المشتري والبائع، ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أنت حينما تخفي عيبا في بضاعة الله عز وجل يتولى معاقبتك. والله إنسان أعرفه عنده مركبة فيها عيب خطير في المحرك، فباعها وتمكن أن يخفي هذا العيب، وقال لي: والله بالحرف الواحد لبست لواحد. ظن نفسه شاطر ذكي، في عيب خطير في المحرك، كتم هذا العيب وأوهم الشاري أن هذا المحرك طبيعي جدا، وباع واشترى مركبة يعني على الصفر، مصطلح عند من يشتري المركبات على الصفر، جميلة جدا، لون طحيني، الفرش كحلي، فرحان فيها. ثالث يوم يعني في أحد أحياء دمشق ارتكب حادث تحطمت تحطما بالغا، فلما جاءني شافيا قلت له: ألم تقل لي قبل أيام يعني أنت بعت هذه السيارة التي كانت عندك لإنسان وأخفيت عنه العيب؟ إخفاء العيب حرام، إخفاء العيب حرام. البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إخواننا الكرام، من أروع الأحاديث الشريفة: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذب. المؤمن لا يكذب. وبعض الآباء دون أن يشعروا يعلم أولادهم الكذب. بابا قال له: أنا ما بهم. هذا الكلام العملي يلغي ألف محاضرة في الصدق. الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم، ولغة العمل أبلغ من لغة القول. والله في أحد إخوتنا الكرام والده فتح له معمل بمصر، وماشي بمركبته مست مركبة أخرى، مست في المركبة إنسان فوق 90، ما هو شاب، فاتصل بمدير المعمل موظف عنده، قال له: هكذا صار. قال له: اطمئن، تعال بعد ساعة إلى المركز الفلاني الشرطة.
جاء بعد الساعة كل شيء منتهي، الضبط بخلاف الواقع. تلك السيارة التي فيها من مات هي التي ضربت. قال له وقع المسؤول. قال له أرى؟ قال له لا، الذي حصل خلاف ذلك. قال له وقع وانظر. قال له لا أوقع. قال له عجيب، أول مرة إنسان أنا أخلصه وهو يوقع بنفسه. قال له أنا لا أريد أن أنجو منك، أريد أن أنجو من الله، لا أوقع إلا على الذي حدث. وقع أنه هو الذي تسبب ودفع الدية وعين أولاده في المعمل موظفين. أريد إنسان كهذا الإنسان، أريد مؤمن إيمانه صارخ، إيمانه يلفت النظر، لا نرقى إلا بهذا، لا أوقع. هذا كلام فيه زور، أنا الذي صدمته. ما دمنا صادقين، ما دمنا نتحرى العدل، الله ينصرنا. فإذا ظلم بعضنا بعضا الله يخذلنا. والله أنا أعتز بهذا الإنسان يلي أتيحت له فرصة أن ينجو من كل مسؤولية، لكنه تربى تربية إيمانية عالية. قال له أنا لا أوقع، لا أوقع إلا على الذي حدث، يدفع الثمن. أيها الإخوة، معصية أخرى هي الاحتكار. من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس، وأراد أن يمتع جسمه بهذا المال الوفير، أراد أن يزداد ماله، جسمه أصابه مرض عضال وماله أصابه الإفلاس. من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس. أيها الإخوة، الاحتكار أن تحبس بيع البضاعة، ولا سيما البضاعة الغذائية التي يحتاجها الناس، أن تحبسها من أجل أن يرتفع ثمنها. بس هل تصدقون أنه كما يكون البائع محتكراً يكون الشاري محتكراً؟ كيف؟ يعني أنت بتحتاج بالشهر إلى عبوة من غذاء معين، فشعرت في أزمة فاشتريت 5 عبوات. هذا المستهلك الذي يشتري فوق حاجته ويسبب نقص هذه البضاعة محتكر أيضا، خذ حاجتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. خاطئ مو مشكلة. اسمع: إن فرعون وهامان وجنودهما